فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في بعض الحفلات يكون هناك اجتماع لشباب يحملون سيوفا ويرقصون بها، ويكون مصاحبا لها الشيلات التي هي قصائد ومعها دفوف وإيقاعات. هذا ونو فيه، يقول في بعض الحفلات هذا يبلغ عنهم رجال الحسبة، تبلغ عنهم وتبلغ عنهم الأمارة، ما خلون يحطون هذا العمل مناسبة زواج ولا غيره، يشيعون المعاصي والمنكر بين المجتمع. نعم.